بعد قرار الجهات الحكومية بمعاودة استقدام العمالة المنزلية إلى الكويت، رأى بعض المواطنين أن أسعار استقدام العمالة المنزلية أصبحت مرتفعة جداً. الأسعار عالية، بس أنا ما أضمن إلا لما أدفع هذا السعر حتيني وحدة مضبوطة. مضطرين الحين اللي يعني اللي عندهم نيو بيبيز وكذي ما عندهم شغالات، ضايعين. أنا خدمت صلاة عندي 11 سنة، هلا على الاسعار الجديده ما جبت حدا، فالعماله المنزليه النهارده بقت مشكله في كل بيت. طبعا الحين الاسعار ارتفعت، صارت تقريبا دبل قبل، يمكن عشان مساله كورونا فيها دخل للموضوع. اول كان تقريبا يوصل 1000، الحين صارت 2000 ويمكن اكثر. بس يعني لازم يصير في تنظيم حق العمليه. تختم العماله المنزليه ممكن توصل ل 2000 دينار مهر بيتزوجها، يعني كذا مع الشبكه ولا بدون؟ راتبها كم راح يكون اذا هي اجيبها ب 2000؟